في نشرة الرياض. طاب مساءكم واهلا بكم الى النشرة الرياضية. اختتم النادي الكويتي للرماية البطولة الاولى لمدرسة الرماية لعام 2008 بإقامة الحفل الختامي في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي، حيث حصل الرامي عبد الرزاق المضف على المركز الأول في مسابقة سكيت، في حين حقق الرامي فهد العجمي لقب مسابقة التراب. أما مسابقة البندقية الهوائية فقد أحرز لقبها الرامي علي الدويخي، فيما كان لقب مسابقة المسدس الهوائي من نصيب الرامي هذال العنزي. ويهدف النادي من تنظيم مثل هذه البطولات إلى مواصلة دعم الخطط الفنية والنهوض برياضة الرماية الكويتية من خلال دعمها برماة على قدر عال من الموهبة والمحافظة على الإنجازات التي حققها رماة الكويت في المحافل الخارجية. مدرسة الرماية هذه كانت انتاج لمشروع رامي 2000 اللي انطلق في عام 98 بدعم ورعاية كريمة من الأخ الشيخ سلمان الصباح وأخوانه أعضاء مجلس إدارة نادي الرماية، بهدف فتح المجال للشباب الكويتي والناشئين والشباب لانخراط وممارسة رياضة الرماية في نادي الرماية. وكنا نستقل فترة الصيف في كل عام. في عام 2000 اكتملت واصبحت مدرسة، أصبح فيها مدربين متخصصين في كافة الألعاب. طبعا هذا العام هو العام العاشر، تم اطلاق اكاديميه الشيخ سعد للرمايه الاولمبيه